شيخنا الكريم، احنا اليوم نقول الهمة والسمو والعلو، لكن يا شيخ ربما سائل يسأل ايش الطرق او الوسائل التي تعين على علو الهمة وان نكون في المجد دائما متألقين ومحلقين. والله الوسائل والطرق كثيرة، احسنت، لكن في نظري ان اول وسيلة هي الاستعانة بالله. يا سلام، يعني تطلب العون من الله، لان الهداية والتوفيق والسداد كل هذه من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يخاطبنا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كانت في عبادته نطلب الاستعانة، فالأمور الثانية من باب أولى. وأول وسيلة نقول نستعين بالله. الأمر الثاني أن تضع لك أهداف. كثير يمشي بلا هدف، فإذا وضعت أهداف وكانت واضحة ستصل إلى هذا الهدف. البركة، ها؟ البركة. صحيح. إذا كان هناك هدف ستسعى إلى الوصول إليه. أحسنت. كذلك من الطرق والوسائل الدعاء. إذا لم يكن للفتى عونا من الله فأول ما يجني عليه اجتهاده. أنت الحين اجتهدت ووضعت الأهداف، لكن لابد أن تدعو. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، أخذ يدعو الله ويبتهل، لأن الله يحب الملحين ويحب الداعين سبحانه وتعالى. فأخذ يدعو النبي عليه الصلاة والسلام حتى سقط إزارة أو بردة، فجاء إليه الصديق قال: كفاك مناشدتك ربك. فلأنه يعرف أن الله يحب الملحين والداعين، فأنت وضعت الأهداف، لابد أن تتوسل إلى الله بالدعاء أن الله يرزقك هذه الهمة العالية والسمو والمجد. كذلك الطريق الصحيح المعروف، يعني أنت أردت أن تصبح تاجرا له طريق، أردت أن تصبح طالب علم فله طريق. يا سلام. أنت أردت أن تصبح داعية طريق، ما تمشي الدرع، ما تمشي الدرع. صحيح. لأن وكل واحد له مشربة، هذه من معرفة الطريق الصحيح. يعني عندما ترى سليمان، ولا سليمان يرى طراد، وانهج المنهج، ممكن أنا نفسي تختلف عن نفسه. نعم صح. ومشربي يختلف عن مشربه. صحيح. تجد أن الصحابة رضي الله عنهم من حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الأمة أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقه حياء عثمان، وأعلم الناس بكتاب وأقرأكم لكتاب الله أبي. يا سلام. وأعلم بالفرائض زيد، وأعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ، ولكل أمها أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد الجراح. يا سلام. تجد أن الصحابة متوزعين، كل واحد له مشرب. نعم. وينطلق إليه. كل أناس مشربهم. أي نعم. يا سلام. وهو عرف طريقه. كذلك الوقت. الوقت الوقت الوقت، إذا أردت المجد والسمو لابد أن تحافظ على وقتك، لا تضيع وقتك، لا تمشي مع الكسالة كما قال الشيخ، هناك عثرات تقف إليك. نعم. هذه من الوسائل العظيمة. كذلك من الصور في الوقت، الإمام الألباني رحمه الله في عصرنا يقول أنه نزع باب المكتبة لكي أنه يمشي يقرأ ويمشي يحاسب الوقت، حتى أنه مكث على سلمة يبحث عن مسرة ويبحث عن حديث 6 ساعات. لا إله. نسى نفسه وهو يقرأ. لا إله. لأن الوقت عنده ثمين. حتى أحد السلف يقول: إذا أردت أن أكل الكعكة ولا أكل الخبز، في فرق بين 20 سطر أو 20 صفحة، فترك الخبز وأخذ يأكل الحلوى، لأن هنا وقت ثمين عنده. فالوقت تحافظ عليك وهو عمرك وأيامك. كذلك المحاسبة. المحاسبة إيش؟ الدورية. هذا أحد المشايخ، والكل أعتقد يعرفه لكنها خاصة، يقول: كنت ساكن في غرفة من غرف الجامعة، طالب في الجامعة، وكنت وحيد، أمي وأبي. يقول: وضعت عبارة على الثلاجة، إذا طلعت مع الشباب ورحت وجيت نسيت نفسي، وضع عبارة: إن أباك وأمك في انتظارك. إذا دخلت وشفت العبارة يقول نسيت كل شيء، مسكت الكتب وأخذت أقرأ وأحفظ، حتى أخذ الأول على دفعته في مرتبة الشرف. الله. هذه العبارة والمحاسبة، تحاسب نفسك كل يوم، كل أسبوع، كل شهر. والمحاسبة الدورية هذه من أسباب والطرق التي تعينك على السمو والمجد.